هذا الممر رجال الوقاية المدنية. إذا ابقي معنا إكرام، إكرام ابقي معنا إكرام الأزرق، لأن نذهب إلى فدوى المرابط حيث خروج الطفل ريان الآن في هذه اللحظات من قبل قوات الدفاع المدني. فدوى إليك. للأسف فقدنا ريان. ريان توفي إذن فدوى. إذن مراسلة الغد فدوى المرابط تؤكد قبل قليل وفاة الطفل ريان بعد 5 أيام من محاولات إنقاذه وإسعافه لم تنجح تلك المحاولات في أن يعود مجددا ريان إلى أهله على قيد الحياة. ربما لن يعود ريان وينير حياة عائلته لحظات صعبة وحساسة وفاصلة. الآن نعود مجددا إلى فدوى المرابط. فدوى إذن مات ريان. إكرام. نعم حازم، رأيت الوقاية المدنية لكن ما سمعته الآن منكم أن ريان قد توفي. نعم مات ريان ولم يعد مرة أخرى ينير حياة والديه، والعالم الذي كان ينتظر ريان أيقونة الإنسانية التي اجتمعت كل الأقطار حول العالم.